هبوط حاد في الدورات الدموية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء تدريبات السباحة، هذه كانت أبرز ما تم تداوله عن وفاة اللاعبة شاذا نجم. فما هي تفاصيل الوفاة وأيضا أهم وأبرز علامات توقف القلب المفاجئ؟ سوف نعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. توفيت منذ قليل السباحة الناشئة شاذا نجم لاعبة نادي طنطا بعد صراع طويل مع المرض. ونعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الرياضة والسباحة المصرية في وفاة اللاعبة وأعرب عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة شذا، والتي سقطت وتم نقلها على إثر ذلك إلى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة. وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس بخالص العزاء لأسرة اللاعبة شذا وأسرة الرياضة المصرية. أيضا عن تفاصيل الوفاة، فكانت تعرضت اللاعبة لقرح كثيرة ونزفت بشدة وفقدت هيموجلوبين وفقدت الوعي وتوقف قلبها أثناء التمرين منذ أكثر من شهر حوالي 3 مرات. وقالت بعض المصادر المقربة من أسرة الفتاة أنها تعرضت لوعكة صحية يوم 1 يونيو عقب إجراء عدد من تدريبات السباحة، ما تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب وصعوبة في التنفس، ونقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة. وبالفعل أجريت لها 5 عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياتها، وطوال هذه الفترة كانت شذا في غيبوبة رغم اتصالها بالأجهزة الطبية. وأطلق المئات من الأسر والعائلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بمحافظة الغربية هاشتاج ادعوا بالشفاء للفتاة شذا محمد نجم، ولكن اليوم لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت في المستشفى بعد صراع طويل مع المرض. أما عن أهم الإنجازات في حياة السباحة شذا، فقد حصدت العديد من البطولات الرياضية الدولية والمحلية ممثلة عن نادي طنطا، وحصدت أكثر من 8 ميداليات من بين ذهبية وفضية وبرونزية في مجال ألعاب السباحة المختلفة طوال 5 سنوات الماضية. ومن جانبه كان قد تواصل مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي مع أسرة الفتاة من أجل دعمها والوقوف بجوارها حسب مصادر مؤكدة داخل النادي، فضلا عن اختار اتحاد السباحة بالظروف الصحية عقب تقارير واردة عن الفريق الطبي المشرف على علاج الفتاة. وأخيرا سوف نعرض لحضراتكم أبرز ما جاء في موقع ماي كلينيك عن أهم علامات وأعراض توقف القلب المفاجئ بمختلف درجاته، حيث تكون أعراض توقف القلب المفاجئ فورية وشديدة وتتضمن الانهيار المفاجئ وتوقف النبض وتوقف التنفس وفقدان الوعي. أما عن العلامات الأقل شيوعاً فتتضمن الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر وضيق النفس وضعف وسرعة النبض، وأيضاً عادة يحدث توقف القلب المفاجئ من دون سابق انذار. وأخيراً هناك علامات لتوقف القلب شديدة الخطورة وتستوجب زيارة الطبيب فوراً، وهي الشعور بألم أو انزعاج في الصدر، الشعور بخفقان شديد بالقلب، سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، أيضاً ضيق التنفس، فقدان الوعي، وأيضاً الاقتراب من فقدان الوعي. أيضاً الدوار أو الدوخة. أخيراً نتقدم بخالص العزاء لأسرة السباحة شذا نجم، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، بشكركم شكراً جزيلاً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.